السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات قناة الصفوة التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الوحدة الستة يونت 6 بعنوان Inventors المخترعون. مع بعض عندي أول حاجة هنا في جدولين، الجدول الأولاني نقرأ مع بعض، نقرأ كلمة بسرعة كده عشان إيه البداية. أول عمود Inventor، ماشين، روبوت، دايف، فولكينو، بلانيت، سويل، جاز، بيرسونال، ديزاين، فاكيوم، فلور، لون، مور. كلها كلمة على بعضها طبعا. في حصادة العشب، كراس العشب نفسه، بارك، ان اوردر تو، سو ذات، انترتين العمود التاني بقى، انترتين، فويس، ريمايند، friendly، calendar، recognize، feel better، space، conversation، a present اللي هي معنى هدية طبعا، a present، plant، environment، poster، compete، competition، several، include، emphasize. هنشوف بقى العمود التاني، necessary أو necessary، صح طبعا في النطق، أنا ضروري، think of، hold، winner، receive، soil، flood، character، fantastic، product، interesting، along، reason، transport، later، papyrus، horse، ropes. العمود الثاني، across، across، gods، steamship، century، oil، powerful، identify، sandwich، offer، examine، patient، guest، for sure، chemist. طبعا هنا ال H silent chemist. rewarding، ودي كلمة مهمة جدا، rewarding، carefully، stamp، star اللي هي مود دواء. دي طبعا أهم كلمات ال الوحدة. طيب هننتقل لحاجة تانية اللي هي بنقول عليها definition. definition دي مهمة جدا طبعا، definition اللي هي التعريفات. طبعا هنا في كلمة entertain اللي هي do something that interests people، يعني نعمل حاجات الناس بتكون مهتمة بيها أو تسليها يعني. طيب التانية اللي هي personal اللي هي for you or belonging to you، يعني حاجة بتاعتك. recognize اللي هي يتعرف على، ليه know someone because you have seen them before، انت تعرف حد يكون عارفه قبل كده. طيب voice اللي هو صوت الانسان، اللي هو that what you hear when someone speaks، صوت الانسان لما يجي يتكلم. طبعا عارفين كلمة sound اللي هو صوت الاشياء، اي صوت تاني غير الانسان اسمها sound. بعد كده كلمة اسمها volcano، a large place from which fire and hot rocks sometimes come. طبعا ده مكان كبير اللي منه النار واللي هي صخور اللي هي الحاره طبعا بتطلع منها، ده البركان. لون مور، وانا قلت لكم يعني ايه لون مور، اللي هي حصاده العشب، اللي هي a machine to cut the grass in a garden or a park، اللي هي الاله اللي بتقطع العشب في الجنينه او الحديقه. بعد كده vacuum cleaner اللي هي machine to keep، طبعا اللي هي المكنسه الكهربائيه، a machine to keep your house clean، هي الاله اللي بتخلي بيتك نظيفه نظيف. طيب بلانت اللي هي الكوكب، خد بالك هنا اخرها اي تي، بلانت a large object in space that moves around a star، طبعا ده عباره عن شيء كبير جدا في الفضاء بيتحرك حوالين الايه الستار اللي هو النجم. fantastic يعني رائع، extremely good او attractive جذاب او enjoyable ممتع. inventor جاي من الفيرب اللي هي invent يخترع، لكن inventor اخرها او ار هتبقى مخترع، اللي هي يعني ايه بقى someone who makes designs or produce new things، الشخص اللي بيصنع او يصمم او ينتج اشياء جديده. horse اللي هي المجداف، اللي هي a long pole عمود طويل جدا used for rowing بنجدد بيه في المركب. طيب sails اللي هي a large piece of strong clothes اللي هي لشعر السفينه، يعني a large piece of strong clothes قماش كبير جدا متثبت على السفينه to make the wind to push above the boat تحرك المركب. طيب سيلور اللي هو البحار بقى، someone who sails on a boat or a ship اللي بيركب يا اما المركب يا اما الايه السفينه.
طيب كلمة steam اللي هو البخار، بخار الماء، بتساوي كلمة water vapor. steam اللي هي the gas produced when the water or water is boiled، الغاز اللي بيطلع لما المية بتغلي. طبعا من كلمات التعريفات، التعريفات دي فايدتها ايه؟ بيجي لي طبعا في اللي تشوز يور سبيس، مثلا على سبيل المثال ناخد انترتين نقط do to do something that interests people. يبقى ايه دي؟ يجي يقول لي انترتين، ولا يجي يقول لي كيب، ولا يجي يقول لي نو، ولا يجي يقول لي اميوت. طبعا هناخد اي طبعا كلمه انترتين حسب فهمك للايه للجمله. طيب تعال نشوف حاجه ثانيه. study these points. طبعا في حاجات اسمها special difficulties. special difficulties اللي هي زي مثلا الفرق ما بين الكلمات، ايه الفرق ما بين كلمه other و others؟ خد بالك ان other من غير الاس، لكن هنا others اخرها اس. ايه الفرق؟ تقريبا معناهم الاثنين واحد، اخرون. بس خد بالك ان كلمه other بيجي بعدها اسم، لكن others ما بيجيش بعدها حاجه خالص. طب تعال نشوف مثال. بيقول لي some robots drive under water. بعض الانسان الاله او الاليون بيعوموا تحت الايه الميه. other robots وطبعا other robots اخرون are sent inside volcano، بيبعتوهم للايه للبركان. بص كلمه other جايه بعدها كلمه robots اللي هي الاسم ايا كان مفرد او جمع بقى. طيب تعال نشوف كلمه others بقى الاخيره اسم. some robots dive under water، بعض الاليون برضه بيعوموا تحت الميه. خد بالك هكتب كلمه others من غير كلمه robots اللي فوق. others واخرون، اخرون ايه؟ معروفه طبعا من الجمله الاولانيه اللي هي كلمه robots are sent inside volcano، هي نفس الجمله بس الفرق هنا other robots وهنا others بس من غير اي اي اسم. تعال نشوف الملحوظه الثانيه. احنا كده عرفنا other و others. تعال نشوف another و the other، ايه الفرق ما بينهم؟ الاثنين معناهم اخر او الاخر، بس خد بالك كلمه another اللي فيها an في الاول بيجي بعدها اسم مفرد، لازم يكون مفرد. اما كلمه the other ممكن يجي بعدها يا اما اسم مفرد او اسم جمع عادي. طب تعال نشوف مثال. this dress is too long، الفستان ده طويل. show me another one، وريني واحد تاني. بص كلمه one مفرد، اسم مفرد جت بعد كلمه another. طيب تعال نشوف اللي بعده. he had an accident، عمل حادثه during his way to the other town، يعني هو عمل حادثه في طريقه للمدينه الاخرى. مدينه مفرد عادي ممكن يبقى towns، the other towns عادي تبقى جمع. ده الفرق. إذا احنا عرفنا الفرق ما بين other اللي بيجي بعدها اسم، others ما بيجيش بعدها حاجة، أما كلمة another اسم مفرد لازم، وكلمة the other ممكن يكون مفرد أو جمع. طب تعالى نشوف الملحوظة اللي بعده. plant و planet. plant اللي هي نبات أو يزرع، خد بالك من غير et هي تي بس، أما كلمة planet اللي هي كوكب آخرها et. طب تعالى نشوفهم في مثال. they plant أو يزرع، هنا بمعنى يزرع. they plant more trees here، بيزرعوا أشجار كتير هنا أو أكثر. they sent a robot to another planet، هما بيبعتوا أو بعتوا إنسان آلي to another planet. planet هنا اللي هو الكوكب، مش معنى نبات أو يزرع. طيب إيه الفرق ما بين كلمة الملحوظة الرابعة soil و floor وكلمة ground؟ soil يعني تربة زراعية اللي بيتزرع فيها، floor اللي هي ارضيه الحجره او الشقه، اما جراوند ده الارض اللي في الشارع اللي بنمشي عليها. فلما نيجي نقول ايه وي نيد فيرتايل سويل، محتاجين ايه؟ تربه زراعيه خصبه تو جرو بيتر كروبس، عشان نزرع محاصيل افضل. مثال تاني روبوت فاكيومز اللي هي طبعا اللي هي المكنسه الكهربائيه اللي هي فاكيوم كلينرز ار يوزد تو كلين فلورز، تنظف في ارضيه الشارع ولا تربه زراعيه؟ لا طبعا ارضيه الايه الشقه او ارضيه الحجره. طيب تعال نشوف ايه الملحوظه اللي بعدها رقم 5. remember و remind، ايه الفرق ما بين remember يتذكر، remind يذكر؟ واضحه من الاسم. يتذكر هنا I remember his number، وال انا افتكرت من نفسي، انا افتكرت ايه اسم رقمه كويس. اما the robot can remind you، هو اللي يقدر يفكرك يفكر حد تاني. اذا الفرق ما بين remember و remind ان remember يتذكر من تلقاء نفسه، اما كلمه remind معناها يذكر، شخص بيذكر حد. طيب ايه الفرق لسه قايلين؟ طبعا كلمه voice و sound، صوت الانسان اسمه voice، اي صوت تاني اسمه ايه؟ sound. طب تعالى نشوف مثال. بيقول لي the robot can hear your voice، الانسان الالي ممكن يسمع صوتك انت كشخص كانسان، and turn its head، ويبص لك ويلفت رقبته او راسه ليك كده. اما هنا طبعا كلمة ساوند أي صوت آخر. طب تعال نشوف الملحوظة اللي بعديها.
نمبر 7 century decade وmillennium دي طبعا فترات زمنية. century اللي هي 100 عام بنقول عليها القرن. فديكيد اللي هي العشر سنوات اللي هي العقد العشر سنوات هو العقد العاشر من عمره، السابع من عمره، الثامن من عمره، الثالث من عمره. طيب أما كلمة ميلينيوم اللي هي الألفية اللي هي ألف عام. إذا نقول تاني كلمة century 100 عام 100 year، decade اللي هي 10 years 10 سنوات، ميلينيوم اللي هي ألف عام اللي هي 1000 year. طيب a century is a period of 100 years طبعا احنا قلناها. أما decade is a period of 10 years. تعال نشوف المفروض التام. كلمة help من ضمن الأفعال اللي بيجي بعدها الانفينيتيف أو to الانفينيتيف. طيب وممكن يجي بعديها مفعول with. طيب تعال نشوف مثال. يقول لي robots can help أهو بص المفعول people with jobs جاي بعدها شيء أهو. يعني help شخص with شيء. تاني help شخص with شيء. يبقى هنا robots can help people with jobs at home. إن الإنسان الآلي أو الآليون ممكن يساعدوا الناس with jobs بالمهام اللي في البيت. أما كلمة help التانية ممكن يجي بعدها to infinitive عادي. يعني أبدل with والنون بto infinitive. يعني robots can help children to feel better. الإنسان ممكن الإنسان الآلي ممكن يسمع مين أو يساعد الأطفال في المستشفيات to feel better إنهم يتحسنوا. طبعا دي كانت أهم العناصر اللي موجودة في المهام study these points. وفي هنا طبعا الصفحة الأخيرة اللي هي كلمة عبارة عن روابط to بتساوي in order to بتساوي so as to. طبعا ملاحظ حاجة مشترك منهم كلمة to، وطبعا معروفة من زمان ان to بيجي في الغالب بيجي بعدها الانفينيتيف اللي هو المصدر. طيب يبقى دول كده جزء. الجزء التاني لوحديها كلمة for بيجي بعدها الاسم او الgerund اللي هو الverb plus ing. طبعا نشوف امثلة. I went to the shops to buy some eggs. أنا ذهبت للمحلات عشان إيه أشتري to buy some إيه some eggs. مثال تاني I went to the shops for buying يبقى المرة دي. طيب to دي ممكن أبدلها بإيه، ممكن in order to، ممكن so as to، وبرضو الانفينيتيف. لكن كلمة for ملهاش بديل بيجي بعدها الإيه الجيرانت على طول. I went to the shops for some eggs لبعض لشراء، المفروض ده كمعنى لشراء لبعض البيض أو بعض لشراء بعض البيض. طيب تعال نشوف بقى سوزات، ركز معايا بقى فيها. سوزات لو جه قبلها مضارع يبقى يجي بعديها السبجكت اساسي كان اول، وطبعا معروفه بيجي بعديهم مصر او تاني. كلمه سوزات يا جماعه لو جه قبلها بريزنت مضارع يبقى بعديها كان ويل، احفظها كده مضارع يبقى كان ويل. لكن تعال نشوف المثال some robots have اهي ماليش هاد. some robots have friendly faces ليهم وجوه ايه، وجوه ودودة أو أليفة مثلا. so that لكي هنا بقى بمعنى لكي يعني. children will think أو can think they are toys عشان يشوفوا منهم ممكن يقولوا إنهم دول ألعاب وكده. طيب بص مثال تاني swim أدي infinitive بس مضارع present مش ماضي مالي swim، ودي سوزات في النص يبقى بعديها كان أول والinfinitive يبقى swim near me خليك عم جنبي هنا قريب مني so that I can show you what to see عشان أوريك اللي ممكن تشوفه. اما لو جه قبلها ماضي يبقى هتحول لي كان دي الكود ويل الى ايه الى واد، وبرضه الانفينيتيف. تعال نشوف مثال he used lanterns so that he could read. هو استخدم الايه، ابص هنا used هنا ماضي، فالطبيعي الناحيه الثانيه بعد so that لازم يكون يا اما كود يا اما واد. تاني لو كان مضارع يبقى بعدها كان اول. اما لكلمه so that لو جه قبلها جمله ماضي يبقى بعديها could أو would. طب تعال نشوف المثال تاني he used lanterns so that he could read. استخدم الإنسان اللي هو الفانوس أو اللي هي الإنارة أو المصابيح so that he could read عشان يعرف يقرأ. طيب the Egyptian invented طبعا ancient Egyptian أهم بص ماضي invented اخترع the calendar اللي هي طبعا اللي هي نتيجة التقويم so that أدي ماضي قبلها يبقى بعديها could يبقى so that they could plant their crops at the right time عشان يقدروا يزرعوا المحاصيل بتاعتهم في الوقت المناسب. طيب بعد ما ريحنا شوية شباب كده نشوف كده الجزء التاني.
تعالوا بقى نخش في موضوع الجرامر اللي هي بنقول عليها هنا عندنا في موضوع الجرامر ان في حاجه اسمها transitive and intransitive verbs، الافعال المتعديه. الافعال المتعديه دي بيكون ليها مفعولين، مش بتسمع كده في النحو في مفعول اول وفي مفعول تاني؟ طيب تعال نشوف ايه هي الافعال المتعديه. بيكون ليها مفعول مباشر ومفعول غير مباشر. المفعول المباشر اللي هو المفعول الاول بنقول عليه في العربي كده، اما المفعول الغير مباشر اللي هو بنقول عليه المفعول الثاني. فتعال نشوف امثله. هنا بيقول لي اول مثال بيقول لي طارق asked a question، طارق سال سؤال، هو مفعول واحد. هنا من الفعل طارق، الverb asked، a question هو المفعول، مفعول مباشر اهو، مفعول واحد. طيب تعال نشوف كده المفعول الغير مباشر، طارق asked عمر، طارق سال، ادي المفعول الاولاني عمر، a question اللي هو مين؟ اللي هو المفعول الثاني. طيب اذا عندي هنا مفعولين في الجمله الثانيه، طارق asked عمر a question، سالوا ايه؟ الكويستشن، يبقى ده المفعول المباشر، وعمر عندي المفعول الايه؟ الغير مباشر. طب تعالى نشوف الكلام ده ازاي. نلاحظ فيه حاجه مهمه جدا، لو جه بعد الفعل مفعول غير عاقل وبعد كده المفعول عاقل زي كلمه عمر عاقل و a question غير عاقل، في اللحظه دي مش هنقدر نحط ايه؟ حرف جر. لكن لو عكسنا، تعال نشوف الجدول اللي جاي. ادي هنا سمير فاعل، بوت اشترى فاعل، المفعول الغير عاقل ابريزنت هديه، فور مي هنا المفعول العاقل، انا عاقل اهو، والبريزنت مفعول غير عاقل. طالما بدات بالمفعول الغير عاقل بكرر تاني، لو مفعول غير عاقل هنا تحط لي يا اما تو يا اما ايه، يا اما فور. لا تاني، اقول الجمله تاني، لو جه بعد الفعل مباشره مفعول غير عاقل يبقى تحط لي بعديها 2 او 4، وبعد كده نحط المفعول العاقل اللي هو مين، زي المثال المكتوب عندك كده، سمير بوت ا بريزنت او غير عاقل، 4 او 2 مي مفعول عاقل. طب تعال نشوف امثله ثانيه. بص كده، علي سنت ان ايميل، الايميل هنا الغير العاقل، يبقى هنا العاقل، الاثنين مفعول بس هيتحط ما بينهم 2 او 4. طب بمزاجي؟ لا طبعا، هنشوف الكلام ده دلوقتي في ايه، في الصفحه اللي جايه. يبقى هنا my mom baked a cake for us، ماما طبخت لنا تورتة أو كيكة for us، لينا احنا، احنا العاقل. طب مين هنا المفعول الأولاني؟ عندي a cake غير عاقل، يبقى تحط لي إما for أو to. طيب بالنسبة للمفعول العاقل يتحط في الآخر. طب لو عكسنا، طب واحد يجي يقول لي طب إمتى مستر أحط to for؟ هقول لك يا سيتي بص الجدول اللي جاي، الأفعال ديت كده اللي بيجي بعديها to، والأفعال دي اللي بيجي بعديها فور او معاها عامه، بس في شرط، لو بدانا بعديها بالمفعول العاقل، سوري بالمفعول الغير عاقل، لو بدانا بالمفعول الغير عاقل عندي طبعا في صفين كده بالاخضر، وهنا في صفين بالايه؟ بالازرق. الافعال اللي هي موجوده في على الشمال بالاخضر هنا كده دي بيجي معاها 2، اما الافعال اللي هي بالازرق اللي على اليمين دي بيجي معاها مين؟ 4. طب تعالى نشوف كده الملحوظه اللي بعديها، لكن خد بالك من الحته المهمه جدا اللي جايه، لو جه بعد الفعل مفعول ايه؟ عاقل، وبعد كده جه الغير العاقل، لا اوعى اوعى، لا انا كاتب لك لا لا نضع حرف جر ولا فور ولا تو حتى. بص الجدول اللي انا هحطه لك، سمير بوت مي، انا العاقل اهو مفعول اول، وهنا ابريزنت مفعول ايه تاني، بس مين فيهم العاقل؟ المفعول العاقل مي. طب اللحظه ديت لازم ايه؟ اوعى تحط لي فور، فبتتقال ايه بقى؟ سمير بوت مي ولا فور ولا تو، ابريزنت على طول. طيب هنعيد تاني المثال يا جماعه، عندي هنا بيقول لي سمير بوت مي ابريزنت، انا هنا العاقل وبريزنت غير عاقل، اوعى تحط لي ولا فور ولا سنس. المفعول الاول مين؟ مي، المفعول الثاني ابريزنت. طالما المفعول الاول عاقل اوعى تحط لي ايه؟ ولا حرف جر ولا تو ولا فور. طيب في امثله اهي تاني بقى زي ما عملنا امثله ورا. هنا علي سنت هبه، هبه هنا العاقل اهي، مفعول اول. عاقل ولا لا؟ عاقل، اوعى تحط لي ولا فور ولا تو. وبعد كده ان ايميل، يبقى علي ارسل هبه ايميل على طول، ما تحطليش ولا، انا عامل لك اكس اهو عشان ما تحطليش ولا تو ولا فور مع العاقل. طالما هنا بعد الفعل مباشره جه مفعول عاقل يبقى احط، ما احطش ولا تو ولا احط ايه؟ فور. مثال تاني بيقول لي مام بيكت، هو المثال اللي فات بس عكست، مكان اكيك حطيت كلمه اس، يبقى ماي مام بيك
اس اكيد مباشره، ولا حط ولا فور ولا تو. طيب نلخص الكلام ده كله تاني، ان طالما في مفعول عاقل بعد الفعل على طول يبقى ما يجيش بعديه حرف جر. وصلت؟ اما المفعول الغير عاقل محتاج تو او فور. طيب تعال نشوف امثله على الكلام ده او اسئله. بيقول لي اسئله الريرايت، بيقول لي هي سنت مي ان انفيتيشن كارد، هو ارسل لي انا دعوه، كارت دعوه، استخدم تو. طيب في هنحدد المفعولين، المفعول العاقل الاولاني هيبقى مي عشان كده ما فيش حرف جر. بعد كده ان انفيتيشن كارد ده المفعول تاني بس غير عاقل، هنعكس ما بينهم ونحط تو كالاتي. بص هي سنت ان انفيتيشن كارد تو مي. طيب تعال نشوف مثال تاني. I will build my parents a nice villa. أنا هبني لوالدي فيلا جميلة. هنا المفعول، المفعول العاقل my parents. A nice villa المفعول الغير عاقل، الغير عاقل. فهنعكس ما بينهم ونحط فور كالآتي. بص موضوع سهل وبسيط. I will build a nice villa for my parents. طبعا لو بصينا على كلمة build يجي معها فور. طيب مثال ثالث. The owner sold أحمد the house. البائع باع لأحمد المنزل، أحمد هنا العاقل وذا هاوس غير عاقل، فبيقول استخدم تو، هنعكس ما بين المفعولين هتتقل the owner sold the house to أحمد، يبقى المفعول الغير عاقل ذا هاوس والمفعول العاقل أحمد. إذن طالما هنا في مفعول غير عاقل بعد الفعل هتحط لي إما تو أو فور. طيب مثال تالت رابع بقى. grand mother baked me a cake. طيب نبص كده بعد كلمة مي baked me ده مفعول عاقل، أكيك غير عاقل. طيب هنا بيقول لي my grandmother baked a cake. بدل لي ما بين مي وأكيك، هتحط حرف الجر مين يا ترى؟ فور. يبقى grandmother baked a cake for me. تاني grandmother baked a cake غير عاقل، حطيت حرف الجر فور، بعد كده مي. طيب تعال نشوف كده اللي تشوف. The owner sold the house. لسه عاملين المثال ده فوق دلوقتي، تو احمد ولا فور احمد؟ طبعا نلاحظ حاجه، في ثلاثه بيبداوا بتي، واحده منهم اكيد الاجابه، واللي احنا خدناهم يا اما تو يا اما فور، ويا تو واحده ولا اتنين او، تبقى طبعا الاجابه هنا ايه؟ تو او واحده. طيب المثال اللي بعده. Did you buy that smartphone؟ طيب ركز معايا، باي ده الفعل اللي جوه القوس ده كله عاقل اذا ما فيش حرف جر، يبقى تقول لي مي فقط، يبقى did you buy me that smartphone. طيب تعالى نشوف اللي بعده. صابر saved a lot of money. صابر ده حوش فلوس كتير او غير عاقل، اذا في حرف جر، يا اما تو يا اما فور. طب يا ترى ايه بقى saved بيجي معاها تو ولا فور؟ excellent هيبقى معاها فور فعلا، يبقى صابر saved a lot of money for his sons لاولاده. طيب اخر مثال. my father bought ايه بقى؟ a new laptop. لابتوب جديد لمين؟ لاختي. بص كده كلمه بوت اللي جاي بعديها كل اللي بين قوسين ده عاقل، يبقى تاخد لي حاجه من غير حرف جر، ولا تو ولا فور ولا اوف، هتبقى مين؟ يس اكسلنت، هتبقى ماي سيستر، يبقى ماي فادر بوت ماي سيستر ا نيو لابتوب. طيب كده طبعا الجرامر خلص. طيب لانجويج فانكشن اللي هي بنقول عليها الوظائف اللغويه اللي بيجي طبعا اسئلتها في المواقف، اللي هو السؤال الثاني في الامتحان. الموضوع النهارده بيتكلم على حاجه اسمها emphasizing a point، تاكيد على فكره. يعني ايه اكد على فكره؟ يعني انت دلوقتي ماما لو نازله، ماما ما تنسيش تجيب لي معاكي قلم رصاص، اشتري لي قلم جاب، بابا والنبي يبقى هات لي معاكي الكتاب الفلاني، فانت بتاكد عليه. طيب ماما لما تيجي تقول لك بالليل اطفي النور ما تنساش، بتاكد على المعلومه. بستخدم ايه؟ اول حاجه يو ماست ريمبر. ماست ريمبر تو الانفينيتيف، يا اما مكتوبه كلمه ذات وهتحط جمله بعديها. طيب مثال you must remember to eat vegetables every day. هو بابا او ماما يقول لك خد بالك لازم تفتكر تاكل خضروات كل يوم، فبياكدوا له على فكره اكل الخضروات. remember to جاي بعدها الانفينيتيف. طيب تعال نشوف حاجه تاني. don't forget عكس كلمه remember، ما تنسى او بتسويها في اللحظه دي، don't forget برضه تو الانفينيتيف او ذات وجمله. طيب يجي يقول لي don't forget to start revising، ما تنساش تبدا مراجعتك a few months before the exam. طيب انا نشوف الاخيره. it's necessary it's important it's essential to the infinitive. ادي ثلاث طرق بيعبر. طب تعال نشوف الاول مثال. it's essential من المهم،
to take your passport when you travel abroad. لما تيجي تسافر في الخارج خاصه معنينا it's essential شيء مهم. هي بعدها to will infinitive. اذا في ثلاث طرق للتاكيد على الفكره، يا اما اقول you must remember، يا اما اقول don't forget بيجي بعديهم to will infinitive او that وجمله، او اقول it's necessary او it's important او it's essential to will infinitive. تعال نشوف كده اسئله في situations. السؤال الاولاني بيقول لي you remind your sister to do her homework. بتفكر اختك تعمل اللي واجبها. emphasize that. emphasize that يعني اكد على الفكره، فاستخدم لاي واحده من اللي بالاخضر فوق اللي هي كلمه ايه. yes you must remember to do your homework. طب واحد يجي يقول لي don't forget to do your homework، صح. واحد تاني يجي يقول لي it's important to do your homework، كل ده صح. طب مثال تاني you want to remind your father to buy you a mobile. انت بتفكر باباك to buy you a mobile، يشتري لك موبايل. هتيجي تقول له ايه don't forget to buy me a mobile، ما تنساش يا بابا تجيب لي موبايل. طب اما اخر حاجه you tell your friend that the importance او the importance of learning English. تاني number three you want to تاني number three you tell your friend the importance of learning English. انت بتقول لصديقك دلوقتي اهمية تعلم اللغة الانجليزية، لازم تقول له ذاكر او اهتم باللغة، تعلم اللغة الانجليزية. it's essential to learn English. او واحد يجي يقول it's necessary to learn English. او واحد تاني يقول it's important to learn English. كل ده صح طبعا. دي يا جماعة دي اسمها language function. طيب تعال نشوف كده بقى general exercise او الباراجراف الاول. عندي هنا في باراجراف طبعا مهم جدا على مين؟ على الروبوتس ان اور لايف، الانسان الالي في حياتنا او الاليون في حياتنا. لو جيب باراجراف على كده طبعا نبص كده الباراجراف مع بعض. scientists have used robots for a long time. العلماء استخدموا الاليون for a long time، من زمان جدا. some robots dive underwater. بعض الاليون ممكن يغطسوا تحت الايه؟ تحت الميه. to study the sea. ليه؟ بغرض دراسه البحر. others، شايفين كلمه others مش جايه بعد، طالما جمع يبقى ما يجيش بعدها نون. others are sent inside volcanoes. وبعضهم الاخر يبعت يرسلوهم الى ايه؟ الى البركان او البراكين to study places that are dangerous، الاماكن دي خطر. فهنا بيقول لي في مثال عام 2012 into 2012 A robot went to another planet to study the soil and gases there. بعتوا هناك إنسان آلي إلى كوكب آخر عشان يدرس التربة والغازات هناك. Personal robots اللي هي طبعا الآليون الشخصيون are designed to help people with jobs at home. يعني بيستخدموها عشان يساعدوا الناس في القيام بالأعمال في المنزل. They include robots vacuum cleaners، على سبيل المثال زي مين؟ vacuum cleaners اللي هي المكنسه الكهربائيه. طبعا ده يعتبر انسان يشتغل مع to clean floors. طيب ايه كمان؟ lawn mowers. lawn mowers اللي هو حصاده العشب، بيستخدمها في الجنينه to cut the grass in parks and gardens، عشان نقطع بيها الاعشاب او العشب اللي موجود في الحدائق والجنين. طيب الباراجراف التالي now دلوقتي an engineer has designed a robot. طبعا في مهندس دلوقتي صمم إنسان آلي that can recognize people، يتعرف على الناس. when you speak، لما تيجي تتكلم it will answer، يرد عليك. طيب it will hear your voice، يسمع صوتك. and turn its head، ويقوم لافت برقبته كده in order to look at you، يبص لك. it will say hello to you، يقول لك أهلا مرحبا. when you come home، لما تيجي تعود منزلك. and it can read a story to children، ممكن كمان يقرأ قصة للأطفال. it can give a message to the right person، يبعت لك كمان رساله للشخص الايه للشخص الصحيح في العيله بتاعتك. it can even remind you to send your email، كمان يفكرك ان انت تبعت ايميلات. some robots are designed to have friendly faces. طبعا بعض الانسان او الاليون، بعض الاليون صمموا كي يكون عندهم friendly faces، اوجه ودوده، وش ودود كده. so that children will think they are toys، عشان يفتكروهم العاب. these robots are very useful in hospitals. طبعا ده مهمة جدا الحاجات ديت، الاليون دول والالعاب ديت كانت مهمة جدا في المستشفيات. where they can entertain children، عشان يسلوا الاطفال and help them to feel better
ويحسسهم ان هم يخفوا بسرعه يعني كده. طبعا تالت باراجراف لو جه لي قال لي ايه اكتب باراجراف على روبوتس الاليون او روبوتس ان اور لايف او ممكن انفنشنز ينفع برضه. وطبعا دي كانت ايه اخر حلقه اخر الحلقه. اتمنى تكونوا استفدتوا بايه حتى لو جزء بسيط من المنهج. وشكرا ليكم.